ولتسليط الضوء أكثر على انتهاكات النظام الإيراني ضد المدنيين في الأحواز، ينضم إلينا فيصل فولاذ الناطق الرسمي لرابطة برلمانيون لأجل الأحواز عبر الهاتف من المنامة. أهلا بك معنا سيد فيصل. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد فيصل. يعني أحكام الإعدام الصادرة لا تتوقف في حق الأحوازيين، بداية كيف تشرح لنا هذه الأحكام في ظل تزايد وتيرة تنفيذها؟ حقيقة نظام الملالي ولاية الفقيه في طهران يعتبر عالميا ثاني دولة تقوم بممارسة الإعدام، والناشطين ومناضلين الشعب الأحوازي شعوب الغير فارسية في خارطة ما تسمى إيران وهم ضحايا هذه الإعدامات وضحايا الانتهاكات. طيل السنوات السابقة قدم العديد الشقين وخيرة الشباب الأحوازي إلى المشانق دون محاكم عادلة وبتلفيق قضايا باسم معاداة النظام، وفي ظل استنكار دولي واسع واستنكار المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان، لا يزال هذا النظام يتفنن في ممارسة أحكام الإعدام. فالعالم يعرف بأن هذا النظام حقيقة سجل أسود للإعدامات، بجانب خيرة الشباب والمناضلين والمفكرين الأحوازيين وغيرهم يقبعون في السجون لمدة طويلة وفي ظروف سيئة جدا، بل وجرى الآن أن السفارات الإيرانية تقوم بسلسلة من الاغتيالات والتجسس والأعمال الإرهابية لكل ناشط لكل منظمة تعارض هذا النظام. تفضل. نعم سيد فيصل، هل هناك إحصائية تبين يعني أعداد من نفذت بهم أحكام الإعدام وأعداد أيضا من يعني أصدرت بحقهم هذه الأحكام؟ حقيقة يعني منظمة العفو الدولية كانت رافضة، بالإضافة للمنظمات الحوازية نحن نتكلم بالعشرات حقيقة، لكن لا يوجد رقم دقيق في هذه القضية باعتبار أن العديد الآن من النشطاء والمعارضين الموجودين يقبعون في السجون النظام الإيراني يعني لا يوجد أي تواصل بينهم وبين عوائلهم، لا يوجد أي تواصل بينهم وبين محاميهم، فبالتالي لا تعرف هل هم أحياء أو هم يعني استشهدوا بحكم الإعدام. فإحنا نتكلم عن العشرات إذا مو بالمئات. طيب سيد فيصل، إلى أي مدى يعني يمكن الاطمئنان للإجراءات المتخذة لصدور هذه الأحكام من دوائر قضائية كما تعلم تابعة للنظام الإيراني؟ بالعكس، شكرا لهذا السؤال، باعتبار أنه هو يتشدق أمام المجتمع الدولي وأمام الأمم المتحدة من عنده قضاة نزيه ومحاكم عادلة. بالعكس يعني كل المنظمات والهيئات الدولية التي تريد إرسال وفود لأجل مراقبة هذه المحاكمات ترفض، ما بالك أن كل المقررين الدوليين التابعين لمجلس حقوق الإنسان يرفض مرفوض زيارتهم إلى إيران، حتى المقرر الخاص بالإعدام والمقرر الخاص بالتعذيب سنوات طويلة الآن طلباتهم ترسل بشكل دوري إلى إيران وترفض. فبالتالي النظام هو اللي يشكل الحرس الثوري، هو يشكل هيئة الدفاع،
هو يشكل هيئة النيابة العامة، هو يشكل الأحكام، هو ينفذها كذلك. فبالتالي لا توجد أي نزاهة ولا عدالة في هذه الأحكام ولا إجراءات. سيد فيصل، إذا ما أردنا التحدث هنا عن الحلول، ما هي السبل الحقيقية المتاحة لوقف هذه الإعدامات التي تطال المدنيين في الأحواز؟ نحن نعلق أمال على نضال الشعب الأحوازي العربي ونضال الشعوب الغير فارسية في عملية التغيير وعملية يعني العيش بكرامة وبحرية واستقلالية ونيل استقلالهم وحق تقرير المصير. الآن نحن نزف إلى الشعوب التي عانت من هذا الإرهاب أن بفترة وجيزة قادمة عدد من المنظمات الدولية وممثلين للشعوب راح تعلن عن تدشين تحالف دولي أو تحالف يمثل الشعوب العالم وباسم تحالف الدولي للمتضررين من هذه الشعوب من إرهاب النظام الإيراني. فبالتالي ما يجري في سوريا وفي العراق وفي لبنان واليمن، هذه الشعوب كلها متضررة، وباقية الشعوب في دول الخليج العربي البحرين وغيرها والعالم كلها راح تتضامن مع الشعوب الموجودة في خارطة ما تسمى إيران من أجل تبني قضية واحدة وهي الدفاع عن حق هذه الشعوب وتوقيف الانتهاكات السافرة بحقهم. شكرا جزيلا لك فيصل فولاذ، الناطق الرسمي لرابطة برلمانيون لأجل الأحواز، كنت ضيفنا عبر الهاتف من المنامة.